حبيبتي انت في اموري ما اقدرش اتاخر عنك. شوية عشان ما تبقاش لوحدها. اوكي. بصي قلبي يا ناس على حلاوتها دي. لولو انت حياتي والله، انت اجدع واحدة فيهم. هما زي ما يجوش فرحي. ومن ناحية ان انا اجدع واحدة فيهم، انا طبعا اجدع واحدة فيهم. بس حرام ما تظلمهمش. دينا جات لها مكالمة واضطرت تنزل القاهرة بسرعة، شكل كده في مشكلة كبيرة. وربما انت عارفاها. ما واقع على ما توصل الفرح هيكون خلص اصلا. طز فيهم بقى. المهم ان انت معايا. حبيبه قلبي انت. هو سامي اتاخر كده ليه؟ اوعى تكوني ناويه تغيري رايك وتعلقي نص من هنا ولا حاجه. ايه غيرت رايي دي؟ بقى بذمتك بعد كل اللي انا عملته ده ممكن اغير رايي؟ بس انا فرحانه بنفسي والله. حطيت حاجه في دماغي ووصلت لها. ولا الوضع مات. عملت كوبري ولا كوبري استني عشان اوصل لسامي. حرام عليك يا شيخ. بس انا فخوره بنفسي والله. كنت عايزه حاجه وعملتها. انا كنت عايزه عريس غني مرتاح ويريحني، لقيته. عملت كل حاجه في الدنيا ممكن اعملها عشان اوصل. ذمتك تعرفي يا ريت. يعني ايه معنى ايه الكلام اللي انا سمعته؟ يعني انت كنت بتشتغليني؟ لا لا والله ما كانتش بتشتغلك. دي ناديه بتحبك حرام عليك. هي بس كده بق بتحب تهفلط باي كلام، يعني بتهجص لوكلوك يعني على الفاضي وعلى المليان وخلاص. فاضي ايه ومليان ايه؟ يعني انت كنت بتخططي وبترسمي انك تتجوزيني علشان انا اغنى منه بس؟ ده انا طلعت غبي قوي. لو انا اللي عمال اسال نفسي هو الواد ماله؟ مش على بعضه ليه؟ ساب الشغل بتاعه ليه؟ اقول له تعالى ننزل نشتري بدله يقول لي حاضر، وكاني بقول له تعالى نروح ميتم. مبروك عليك عريسك الغني المغفل. احنا خلاص كتبنا كتبنا. استنوا ما تظلموش. الست اللي انا كتبت عليها كتابي قدامكم دي وبقت مراتي، انا حابب اقول لها كلمه قدامكم برضه. انت طالق يا انسه. نسيت نسيت. نسيت نسيت. اسحب بسرعه. خلاص بقى خلاص بقى، والنبي يا ناديه ما تعمليش في نفسك كده يا حبيبتي. بص يا ناديه، انا عارفه ان الكلام اللي ممكن اقوله لك ده يكون مش وقته، بس مش قادره بصراحه بقى ما اقولكيش. انت حبيبتي صغيره وكان في حاجات كتير قوي بتعمليها، وانت مش حاسه ان الحاجات دي اخرتها ممكن تبقى نتيجه عكسيه. بس عايزاك تكوني واثقة ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيعملناش اي حاجة كده. لا بجد بيبقى عايزنا نتعلم منها حاجة. كل حاجة في الدنيا بتحصل للبني ادم بيبقى ربنا قاصد يعلمنا منها حاجة، حتى لو كانت حاجة وحشة من وجهة نظرنا. وبعدين يعني اصلا سامي بصراحة برضو رياكشنه كده ورد فعله كان اوفر قوي، ما كانش ينفع يعني يتسرع ويطلق بقى ويعمل كده. وعنده حق، انا غلطت قوي يا ليلى، انا غلطت من الاول. كان لازم اعرف ان دي نتيجة اللي انا كنت بعمله. انا استاهل. انت حبيتي بجد صح؟ قوي. خلاص خليكوا واثقه في ربنا، وان شاء الله بجد طالما حبيتي قوي بجد كده يبقى هيرجع لك. ما فيش.